ازيكم؟ عاملين ايه؟ في احلى وصفه مع منى، وحشتوني كتير كتير. انا كنت غايبه عليكم الايام اللي فاتت دي لان كنت عامله تحليل صوره دم، وبعدين لقيت الكوليسترول والسكر كان عالي. الكوليسترول بقى اللي كان بشع، السكر كان عالي بس مش، الحمد لله مش في مرحله يعني ان انا اخد له دواء او كده. المهم الواحد يحافظ على اكله، بس الدهون هي اللي كانت كتير. فانا عايزه اوريكم دلوقتي، بصوا انا شايله الجلد بتاع الفرخه. يعني المفروض ان انا ما اكلش اكل اللي يكون صحي، بس انتوا عارفين ان الكوليسترول ده او الدهون في الدم دي ممكن تجيب، اعوذ بالله، تصلب في الشرايين او السكته الدماغيه. فانا بصوا شايله ازاي، يعني شوفوا، انا بس حبيت اوريكم. يعني انا شايله الجلد بتاع الفرخه وبرده طالع منها دهون، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. فطبعا الريم بتاعها او الدهون اللي طالعه بتاعتها دي لازم تتشال. فعايزه اقول لكم ان انتوا كمان لازم تاكلوا اكل صحي. انا بس الفيديو ده تنويه ان انا بعد كده الوصفات اللي ان شاء الله هعملها هتبقى صحيه باذن الله، تمشي للي عندهم سكر، للي عندهم سمنه وعايزين يخسوا. انا بدات زي دايت حميه برضو غذائيه عشان احافظ على مستوى الكوليسترول يقل، والسكر برضو لان ده مرتبط بده، لو ده زاد ده بيزيد برضو. عايزاكم تاكلوا بقى ان شاء الله اكل مفهوش دهون ويكون صحي. انا ان شاء الله هعمل وصفات صحية باذن الله، علشان ما ينفعش كده صحتنا دي، يعني بجد اهم حاجة. ما ينفعش دهون 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 واحنا مش بنتحرك اساسا، ولا بنعمل رياضة ولا بنعمل حاجة اصلا. بعتذر عن صورة الحلة دي، ان دي حلة الضغط اللي انا يعني سريعة وبتخلص الاكل بسرعة. فانا شوفوا، حبيت اوريكم بقى يعني انا بعمل ايه. الايام اللي فاتت دي كنت غايبه بسبب التعب، بس الحمد لله بقيت احسن. خدت دواء للكوليسترول وهو نظام غذائي مش اكتر، عشان السكر والكوليسترول يبقوا كويسين، او الدهون اللي هي اللي بتسد الشرايين، بتخليش القلب يعني يضخ الدم كويس للجسم. لازم الواحد يعني يكون اكله صحي، يعني خضار فواكه مش دهون دهون، ويكون بيتحرك، يعني ياكل خضار وفواكه كتير، مش كل شويه دهون. فما ينفعش. وانا ان شاء الله زي ما قلت لكم هبقى اعمل لكم الوصفات، وان شاء الله هبقى اصور انا بفطر ايه وبتغدى ايه وبتعشى ايه باذن الله. تشوفوا بقى تغيرت نظامي ازاي باذن الله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. ده كان فيديو سريع مش اكتر، بس بقول لكم اللي جاي هيكون عامل ازاي باذن الله. في احلى وصفه مع منى، مع السلامه.